لقد سعدت اليوم بمقابلة سيادة الرئيس في لقاء هام يبرز التحول الكبير الذي يجري في هذا البلد الكريم في الجمهورية التونسية من حيث تبني البرنامج الاقتصادي والتوافق مع صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج الذي سيكون بمشيئة الله تعالى فاتحة للتحول الكبير الذي سيحصل في هذا البلد من حيث تحقيق معدلات نمو عالية، جذب الاستثمار الأجنبي، أيضا الزخم الذي سيكون من تنفيذ هذا البرنامج سيولده للمستثمرين من الدول المختلفة وأيضا للمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الدولية.